مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استقرار في الوضعية الجوية، لكن درجات الحرارة تكون دون صفر خلال ليلة اليوم على أغلب المناطق الداخلية. يجب أخذ الحيطة والحذر، تشكل الجليد والضباب محتملا على كافة المرتفعات. خلال صبيحة الغد بإذن الله الأجواء ستبقى مستقرة على المناطق الوسطى والغربية، تكون هناك بعض السحب بدون فعالية. أما المناطق الشمالية الشرقية ستشهد سحب عابرة مع ضباب محلي خلال الصباح الباكر، لكن مما سيجعل الرؤية ضعيفة بمنطقة الأوراس. سحب عابرة أيضا على شمال الصحراء والواحات، أجواء مستقرة ومشمسة بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب، مغشى جزئيا نحو الجنوب الغربي، لكن حذاري، ستنشط بعض الزوابع الرملية المحلية بأقصى الجنوب بوسط الصحراء وشمال الصحراء، مما ستجعل الرؤية ضعيفة. الحرارة القصوى الدنيا خلال ليلة اليوم أقول ستكون جد باردة، 6 درجات تحت الصفر على أغلب المناطق الداخلية بالخصوص الهضاب العليا، مقاييس ما بين درجتين إلى 5 درجات بسواحل، درجتين أيضا بشمال الصحراء، درجة صفر بثورة، 3 درجات بالواحات، 6 درجات بكل من إليزي، إنميناس، تندوف وبني عباس، 8 درجات بإن صلاح، ترتفع إلى 12 درجة بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تكون باردة بمرتفعات البيض 5 درجات فقط، أما على المناطق الداخلية الأخرى ستتراوح ما بين 10 إلى 14 درجة وما بين 15 إلى 16 بسواحل، تقارب 14 درجة ببشار، بغردايا الأغواد، 16 ببسكرة المغير الواد ورقلة، نفس المقياس بجانات، 18 درجة بأدرار، ترتفع إلى 28 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. أما فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب نحو سواحل الغربية والوسطى، مضطرب محليا بسواحل الشرقية، رياح ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الشرقية والغربية، تتنا ضمن تيارات شمالية شرقية تدور إلى غربية شمالية غربية نحو سواحل الشرقية. بالنسبة ليوم الجمعة بحول الله سنستجر عبور اضطراب جوي سريع الحركة، سيشمل المناطق الشمالية الوسطى والشرقية، يخصها ببعض الأمطار المحلية، أمطار محلية أيضا بشمال الصحراء والواحات، واستقرار في الوضعية الجوية نحو الصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب، وهذا طيلة هذه الفترة مع درجة حرارة تبقى باردة على العموم بالمناطق الشمالية إلى غاية شمال الصحراء. بالنسبة ليوم السبت بإذن الله تحسن تدريجي في حالة الطقس نحو المناطق الشمالية، لكن تبقى سحب عابرة مع ضباب نحو المرتفعات الداخلية، وهذا خلال الصباح الباكر. بعض الأمطار تبقى محتملة على شمال الصحراء. يوم الأحد استقرار تام في الوضعية الجوية نحو المناطق الشمالية الوسطى والغربية مع ضباب محلي خلال الصباح الباكر، احتمال لبقايا بعض الأمطار تخص المناطق أو السواحل الشرقية، أمطار أيضا ضعيفة بالنسبة لشمال الصحراء والواحات. درجات الحرارة تبقى فصلية على العموم، ونشاط بعض الزوابع الرملية تبقى تخص أغلب المناطق الجنوبية. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و49 دقيقة، أما الغروب على الساعة 6 مساء و14 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة.